كشف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن عدد من خطط ومشاريع الشركة التي ستعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة ضمن خططها الاستراتيجية والتي تضمنت مشاريع يتم الكشف عنها للمرة الأولى. نعم، قال الشيخ دعيج بن سلمان إن شركة ألبا أحرزت تقدما جديدا في مشروع خط السهر السابع، إذ وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين شركة استشارية لإعداد دراسة الجدوى الأولية لخط السهر الجديد، لافتا إلى أن عملية التوسع المستمرة للشركة ستساعد في حمايتها من أثار الأزمات الاقتصادية العالمية المختلفة، كما ستسهم في تحقيق وفرات أعلى من تكلفة الإنتاج الإجمالية. أضاف أنه من المتوقع أن تتسلم شركة ألبا نتائج الدراسة قبل نهاية العام الجاري، ومؤكدا أن المؤشرات الأولية للمشروع تظهر أنه سيكون هناك إضافة قوية للشركة على غرار خط السهر السادس. أشار رئيس مجلس إدارة ألبا إلى أن الشركة تبحث العديد من الفرص المتاحة، من ضمنها إمكانية الإدراج الثانوي في السوق المالية السعودية، مبينا أن هذا الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم إلى جانب مبادرات أخرى قيد الدراسة، وذلك في إطار استراتيجية الأعمال التي تنتهجها الشركة بشكل عام.